ما سر الغزل الذي تحول إلى تحالف بين القوميين العرب وإيران؟ ما الأسس التي قامت عليها العلاقة بين طهران ودعاة القومية العربية؟ وهل التحالف الحاصل مرحلي أم استراتيجي؟ لماذا اختارت الأحزاب القومية وكبار منظريها الاصطفاف ضد ثورات الربيع العربي؟ وما أثر مواقف القوميين على مستقبل الفكرة القومية؟ أسئلة تأتيكم في برنامج حديث العرب بعنوان القوميون العرب وإيران حلف النقيضين.